اهلا بيكم حلقه جديده من سي اف اي بالعربي، برنامج سي اف اي بالعربي، برنامج بيشرح منهج السي اف اي على الانترنت اونلاين، وبرنامج بيقدمه سي اف اي سوسايتي ايجيبت. معاكم النهارده احمد عامر، وبنكمل برضو حلقاتنا في الاف ار اي بتاعه ليفل 1، والنهارده بنشرح ريدنج رقم 28 اللي هي الانفنتوريز. بنتكلم على الانفنتوريز، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على الفاينانشال ستيتمنتس، واتكلمنا على البنود بتاعه الفاينانشال ستيتمنتس، واتكلمنا عليها بشكل موجز، وقلنا قبل كده ان احنا في حاجات هنتكلم عليها اكتر زي الانفنتوريز. اتكلمنا عليها قبل كده واتكلمنا بسرعه، ويمكن في الحلقه اللي قبل كده واحنا بنتكلم على طرق حساب الانفنتوريز كان الموضوع موجز جدا، لكن النهارده هنتكلم بقى بشكل اوضح بكتير قوي عن الانفنتوريز. ريدنج كامله بتتكلم على الانفنتوريز عشان هو طبعا ليه اهميه كبيره جدا، وان شاء الله هنبدا معاكم الريدنج بتاعه النهارده. اول حاجه، ايه هو الانفنتوري؟ ايه هو المخزون؟ المخزون بمنتهى البساطه بيمثل البضاعه اللي ما اتباعتش. يعني ايه المخزون ده؟ بضاعه ما جاتش وقتها. بمعنى حضرتك دلوقتي، خلينا افترض معاك ابسط الامثله اللي موجوده، ان انت عندك شركه تجاريه، مفيش بقى تصنيع ورو ماتيريالز والكلام ده كله، انفنتوري بسيط جدا، هو فينش جودز، ما عندكش حاجه اكتر من كده. انت بتجيب بضاعه، والبضاعه دي بتبيعها في السوق، وبعدين البضاعه اللي بتتباع بتخش عندي في الانكم ستيتمنت في هيئه كوجز او كوست اوف جود سولد او تكلفه البضاعه المباعه، واللي ما اتباعش بيخش عندي في صوره انفنتوري، بيظهر عندي في البالانس شيت في صوره انفنتوري. فبنقول الانفنتوري ده بيمثل البضاعه اللي انت اشتريتها اللي هي جاهزه ان هي تتباع، تمام؟ بس هي يا اما جاهزه ان هي تتباع، يا اما جاهزه ان هي تتصنع يعني عشان تتباع، زي الرو ماتيريالز، زي الوركينج بروسيس، وزي الفينيش جودز. الفينيش جودز هي البضاعه الكامله الجاهزه، ال 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 البضاعه التامه الصنع، خلاص ممكن تتباع دلوقتي حالا. الرو ماتيريالز هي المواد الخام، لسه شاريها رو ماتيريالز، لسه ما اشتغلتش فيها، لسه ما حولتهاش لبضاعه تامه الصنع عشان ابيعها زي الفينيش جودز. والنوع الثالث اللي هو الوركينج بروسيس، اللي هو بين البنين، يعني مواد خام اشتغلت عليها شويه لكن لسه ما كملتش الشغل بتاعها. طيب حلو قوي، ايه هي بقى الكوجز؟ الكوجز هي البضاعه اللي جه وقتها واتباعت. يعني انا دلوقتي زي ما قلت لك، انت مثلا في محل موبايلات وجاي لك النهارده مثلا 10 موبايلات، هتحطهم في المخزون. انا عندي كده مخزون انتاج تام ب 10 موبايلات، تمام؟ بعت منهم اربعه، هتاخد تمن الاربعه دول تحطهم في السيلز، صح؟ وهتحط الكوست بتاعت الاربعه دي عندك في التكلفة المبيعات او تكلفة البضاعة المباعة، وده اللي هو معنى كلمة cost of goods sold او cost of goods sold اللي هي تكلفة البضاعة المباعة. طيب تكلفة البضاعة المباعة دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن مخزون اول المدة زائد المشتريات اللي حصلت ناقص مخزون اخر المدة. يعني تعالى كده نعمل الاكزامبل بتاع شركة الموبايلات بتاعتنا، ان احنا كان عندنا مخزون اول المدة من الصدف كان عندنا زيرو، كانش عندنا ولا موبايل في المحل. جبنا 10 موبايلات النهارده، بعنا منهم اربعه، ففضل في الاخر 6 موبايلات. فانت بتعمل ايه؟ انت بتيجي في الاخر بتقول ان انا ما كانش عندي موبايلات، اشتريت 10، وبعدين في اخر اليوم بتعد الموبايلات اللي موجوده عندك في المحل بتلاقيهم 6، تقول يبقى انا اكيد السنه دي او النهارده بعت 4 موبايلات. فبالتالي الكوجز هي العلاقه ما بينها، العلاقه فيها اللي هي المعادله اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وطبعا المعادلة دي ممكن تبدأ بقى تلعب فيها بأي شكل انت عايزه، بحيث ان انت توصل لأي عنصر من العناصر دي عن طريق المعادلة دي. يعني مثلا لو حبيت توصل beginning inventory هتقول هو يساوي الكوجز minus purchases plus الending inventory، والpurchases بيساوي الending بس beginning minus الكوجز، والending inventory بيساوي beginning plus purchases minus الكوجز. فبالتالي انت ممكن توصل لأي شكل مختلف من المعادلة دي علشان تفهم العلاقة ما بين الكوجز والانفنتوري والمشتريات. فبالتالي بمنتهى البساطة عشان ما تتلخبطش، انت المشتريات عندك بتزود الانفنتوري، والتكلفة والمبيعات عندك بتقللها. فعندك مخزون اول المدة بيزيد بالمشتريات يوصل يبقى مخزون اخر المدة، بيزيد بالمشتريات وبيقل بالمبيعات، تمام كده؟ هنا ده بقى نتكلم اكتر على الانفنتوري، ونتكلم على التكلفة بتاعت الانفنتوري، ونتكلم عليها بشكل اكثر تفصيل. طيب دلوقتي احنا الانفنتوري ده
بنقيمه بايه؟ يعني ايه بنقيمه بايه؟ يعني مثلا دلوقتي جبت زي ما قلنا الاكزامبل بتاعنا، جبت 10 موبايلات حطيتهم في المخزن عندي، بقيمهم بايه؟ الموبايل ده انا جايبه ب 1000 جنيه وببيعه ب 1200، بقيمه بايه؟ بيقول لك انت بتقيمه بالكوست، بالتكلفه. طب ما اقيمه بسعر البيع؟ يقول لك لا، دايما انا في الاكاونتنج ببقى عايز ان انا اكون حريص في حته ان انت ما اديكش الحريه ان انت يبقى ليك ان انت تتلاعب في الميزانيه، تحط ارقام كبيره قوي مبالغ فيها. فانا عايز الرقم اللي انا اقدر اثبته لما المراجع يجي يفتح عندك الدفاتر يقدر يثبته. يقول لك انا جبت السنه دي 10 موبايلات، تعالى شوف انا مقيم الموبايل ب 1000 جنيه، من ايه توريلي الفاتوره اللي انت شاري بيها ب 2000 جنيه. لكن سعر البيع ده وانت الموبايل لسه ما بعتوش هثبته ازاي؟ هيبقى صعب جدا. اثبته لما تبيعه، اول ما تبيعه حط لي المبيعات دي عندك فين في الانكم ستيتمنت. فاول حاجه احنا بنقيم المخزون بتاعنا بالتكلفه، تمام؟ طيب في بقى عندنا نقطة، واحنا بنتكلم على التكلفة عايزين نفهم ان احنا عندنا نوعين مختلفين من المصاريف، حاجة اسمها product cost وحاجة اسمها period cost. ايه الفرق بين الاتنين؟ ال product cost دي بمنتهى البساطة هي تكلفة التكلفة اللي بتبقى متصلة اتصال مباشر بالمنتج، انما ال period cost هي تكلفة متصلة اتصال مباشر بالفترة. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ خليني اديك مثال. افرض ان انت عندك جيت عملت مصنع بتاع مثلا ملابس، وجيت افتتحت المصنع بتاعك ده في يوم 1/12/2016، حلو. انت شغال في المصنع ده ازاي؟ انت قلت والله انا هروح اجر مصنع شغال، هاجر عنبر الانتاج بالمكن بكل حاجة، وهدفع للراجل ايجار في الشهر مثلا 10,000 جنيه، تمام؟ فانت عندك كده ايجار 10,000 جنيه بتدفعهم في الشهر، حلو. قمت رايح جايب رو ماتيريالز، وجايب اللي هو يعني قماش، وجايب عمال، وجايب خيط، وجايب وبدأت تشتغل عشان تفصل القمصان بتاعتك، تمام. يوم 1/12 بدأت شغلك، دفعت للراجل الإيجار بتاع شهر 12 10,000 جنيه، وقمت دافع حوالي مثلا عملت 10 قمصان، تمام. والعشر قمصان دول كلفتهم، خلينا مثلا نفترض ان هم 10,000 جنيه تانيين، القميص تكلف يعني كلفتهم ايه؟ 10,000 جنيه. طيب انا كده عندي 10,000 جنيه دفعتهم ايجار، و10,000 جنيه دفعتهم تكلفة عشان انتج القمصان. طيب افرض ان انت ما بعتش ولا قميص خلال شهر 12، انا كان لسه بس اول شهر بنتج، مستني لما يكون عندي مخزون كده حبة حلوين ابدا بقى ايه اشوف العملاء والف على المحلات او انزل في المحل بتاعي او الى اخره. فبالتالي احنا بنسمي لما تيجي بقى تطلع الميزانية بتاعت 2016 او الميزانيه بتاعت شهر 12/2016 بتطلع فيها ايه؟ بتطلع فيها البيريد، بتطلع فيها المصاريف عامله ازاي. اول حاجه بطلع المصاريف بحط فيها البيريد كوست بس، اللي هي المصاريف اللي ليها علاقه بالايه؟ بالفتره. زي ايه؟ زي ايجار المصنع، ده مصروف ليه علاقه بالفتره. يعني المصروف ده لو انا ما انتجتش ولا قميص هدفعه برضو، لو انا بعت ما بعتش هدفعه برضه، فبالتالي ده مش علاقه بالمنتج. انتجت ما انتجتش، بعت ما بعتش، انا كده كده بدفع ايه؟ بدفع الايجار. البرودكت كوست لا، ده البرودكت كوست ده انت كده كده بتدفعه، انت بتدفعه لما تيجي تنتج قمصان بس، تمام. ما انتجتش مش هتدفع، فبالتالي البرودكت كوست ده بنعتبره ايه؟ بنعتبره اللي هو مصروف ليه علاقه وثيقه بالايه؟ بالمنتج. فبالتالي نيجي في شهر 12 نحط في قائمة الدخل عندي مصروف اللي هو ال 10,000 جنيه الإيجار. طب وتكلفة القمصان دي هتروح فين؟ لا مش هتحط في income statement. الله، أمال هسجلها إزاي؟ هتتحط عندي بقى في الانفنتوري. يعني نقول اه هي دي تكلفة بضاعة بس لسه وقتها ما جاش. ليه وقتها ما جاش؟ علشان هي لسه ما اتباعتش، فبالتالي بنسميها ايه؟ بنسميها انفنتوري. فبالتالي زي ما قلنا البرودكت كوست هي الحاجات اللي بتتحط عندي في الكوست اللي بتخش عندي في الانفنتوري، وهي الموضوع ده بيبقى سيميلر تحت الاي فور اس واليوز جاب. الكوست دي بقى اللي بنسميها برودكت كوست دي بيحصل فيها ايه؟ بتعمل لها كابيتاليزيشن، كانك بترسمل الكوست دي. عارفين مبدا الرسمله؟ مبدا الرسمله ان انت عندك مصروف بدل ما تحطه على انكم ستيتمنت بتحوله لاسيت. يعني ايه اسيت؟ ده حاجه هتجيب لي منفعه في المستقبل. فاكرين مثلا لما كنا بنقول احنا بنشتري الاسيت، بنشتري المكنه، بدل ما ترميها مصروف مره واحده، لا انت بترسملها بتحولها اسيت، هو مصروف بس انت بتقسمه على فترات طويله في صوره ديبريشيشن. نفس الفكره، انا صرفت 10,000 جنيه عشان انتج قمصان بس لسه ما بعتهمش، ف
فبالتالي انا صرفت مصاريف هتجيب لي بنفيت في المستقبل لما اجي ابيع القمصان دي مثلا في شهر يناير في السنه الجديده. فبالتالي الكلام ده كله برسمله وبحوله ايه؟ بحوله الاسيت. طيب الحاجات دي بقى فيها بيبقى ايه هي البرودكت كوست بتاعتي؟ اول حاجه البيرشيس كوست ليست تريد ديسكاونتس اند ريبيز، يعني مثلا الفلوس اللي انا اشتريت بيها القماش تمام، وبخصم منها مثلا لو انا خدت ديسكاونت من التاجر او وات ايفر تمام. تاني حاجه حاجه اسمها الكونفرجن كوست او المانيفاكتشرنج كوست، اللي هي حتى بيسموها كونفرجن عشان بتحول الرو ماتيريال دي، بتحول القماش ده لقميص، اللي هي بقى بتبقى فيها المصاريف العماله والمصاريف الصناعيه غير المباشره اللي اسمها اللي هي الاوفر هيدز، اللي هي برضو بتبقى موجوده على المنتج ده. تالت حاجه اي تكلفه تانية لازمه علشان اخلي الانفنتوري to its present location and condition. طيب ايه هي بقى الحته دي بقى هي اللي فيها ديبيت كبير قوي. بيقول لك طيب هي ايه بقى التكلفه بتاعت الانفنتوري التانيه اللي احنا ممكن ناخدها دي؟ طيب التكلفه اللي احنا بنتكلم عليها دي هي التكلفه اللي لازمه علشان نخلي الانفنتوري جاهز للبيع. نخلي الانفنتوري ايه؟ جاهز للبيع. يعني ايه جاهز للبيع؟ جاهز للبيع معناها ان احنا الانفنتوري بتاعي يكون جاهز ان هو يتباع مش يتباع. يعني لو انا دلوقتي خلصت القمصان دي وحطيتها في المخزن تمام، طالما القميص خلصان يبقى تكلفة التخزين بعد القميص ما خلص ما بقتش product cost، ما بقتش تتحط على inventory، دي بقت تتحط على الايه؟ بقت تتحط على ال اس جي ان اي. طيب ليه الكلام ده؟ خلاص القميص بقى جاهز ان هو يتباع، كون انت لسه ما بعتوش دي مشكله تانية. لكن لو بخزن الانفنتوري في مرحله من مراحل التصنيع، مثلا خزنت المواد الخام اللي هي القماش، مصاريف التخزين دي تتحط على البرودكت كوست. طيب جيت خزنت بعد ما قطعت القماش او مثلا عملت بيه قطعته وعملت بيه مثلا ورك ان بروسيس، يعني قميص لسه ما اتخيطش مثلا او لسه ما كملش للاخر، وبرده حطيته في مخزن، يبقى برده تكلفتها تتحط على البرودكت كوست وتتحط في تكلفه انفنتوري. وانس ان هو جاهز خلاص يبقى احنا كده ايه؟ مش هنحط حاجه تانية في البرودكت كوست. طيب لما نيجي بقى نعمل كابيتاليزيشن للانفنتوري ايه اللي بيحصل؟ الكابيتاليزيشن عندنا بتعمل ايه؟ اهم حاجه الكابيتاليزيشن اللي هي بتاخر لي الاعتراف بالمصروف. طب اباخره لغايه امتى؟ لغايه لما يجي وقت الانفنتوري ده، لغايه لما يتباع. اول ما يتباع بعترف بحاجتين، بعترف بالريفينيو وبعترف بالكوست اوف جودز سولد. طيب ايه هي بقى البيريد كوست؟ البيريد كوست بقول لك ان انا مش عندي كل حاجه كابيتالايزد. طيب ايه بقى البيريد كوست اللي ممكن اعترف ان انا اعترف بيها؟ البيريد كوست بقى ممكن عباره عن ايه؟ اول حاجه انت وانت بتسمع الاكزامبل بتاعي ده هتقول لي في حاجه غريبه جدا، يعني انت بتقول لي ان العمال دول بيعتبروهم برودكت كوست، وبتقول لي اصل برودكت كوست دي اللي هي الكوست اللي هي مرتبطه بارتباط وثيق بالمنتج، فبالتالي لو انا انتجت هصرفها، ما انتجتش مش هصرفها. طب افرض حضرتك عندك عمال وعندك طقم عمال ووقفت الانتاج لمده شهر، مش هتديهم مرتبات؟ هديهم مرتبات. طب ملوش علاقه بالمنتج اهو، امال انت ليه بقى بتقول ان ده ليه علاقه بالمنتج؟ اقول لك اه، ما هنا بقى المعايير برضو عامله حسابها. دي بنسميها حاجه اسمها abnormal waste. يعني ايه abnormal waste؟ يعني waste حصل عندنا في عمليه الانتاج بس abnormal. انت عارف وانت بتعمل قميص كده كده هيكون في waste. معروف مثلا انت لما تجيب مثلا توب قماش مساحته مثلا 2 متر، المفروض مثلا ان هو يطلع لك القميص مثلا مساحته مثلا ربع متر، التوب ده عمره مثلا ما هيطلع لك 8 قمصان. لا لازم يكون في برضه حاجات بتتهدر وانت بتقطع وانت بتقصقص، بيحصل ويست. بس الويست اللي هو نورمال بيتحط تاني عادي على برودكت كوست مش اي حاجه. لكن ايه هو الاب نورمال ويست؟ زي مثلا انت عندك توب قماش باظ، فعندك اب نورمال ويست من الماتيريالز، ده يتحط اسمه بيريد كوست. ليبر، العمال مثلا واقفين وبياخدوا مرتباتهم بس ما بينتجوش، يبقى ده اسمه abnormal waste. الاوفر هيد اللي هي برضو من abnormal waste. اي abnormal waste؟ يعني انت مثلا توب قماش باظ، عمال مثلا اشتغلوا وما يعني مثلا عمال مثلا اشتغلوا في توب قماش وعملوه واشتغلوه وبتاع والكلام ده كله، وبعدين فجأة التوب قماش ده اتحرق، فالماتيريال صرفتها عليه والعمال اللي صرفتها عليه والاوفر هيد اللي صرفتها عليه، كل ده هنعتبره ايه؟ هنعتبره abnormal waste وهنرميه period cost
مش هنحطه على الانفنتوري وملناش دعوه احنا بعنا ولا لا، بينزل على التون انكم ستمنت في وقت ما استحق. تمام. تاني حاجة مصاريف التخزين، كل دي بنعتبرها بيريود كوست، الا لو هي زي ما قلت لك في السلايد اللي فاتت، لو هي مطلوبة كايه كبارت اوف برودكشن، لو هي فعلا مطلوبة كجزء من الانتاج، ساعتها بنعتبر ان دي ايه برودكشن برودكت كوست، وبتعتبر ان هي بتتحط على الانفنتوري. الادمن اوفر هيد والسيلينج كوست، الحتة دي بقى يا جماعة انا عايز اكد عليها جدا، موضوع السيلينج كوست ده. ليه الادمن اوفر هيد؟ ماشي دي مفهومه، الناس كلها بتقول لك ماشي انا مفهوم ان الادمن اكسبنسز دي بيريد كوست، عمري ما احطها على الانفنتوري ولا احطها في الكوجز. في ناس تلاقي حاطه ان السيلينج اكسبنس دايما بتبقى محطوطه بنضاف على الكوجز. طب انت ليه بتحطها على الكوجز؟ يقول لك ان دي اسمها تكلفه البضاعه المباعه. اقول لك اه لا، هي تكلفه البضاعه المباعه معناها تكلفه البضاعه اللي اتباعت، انما تكاليف بيع البضاعه دي ما يعتبرش من البرودكت كوست، بيعتبر بيريود كوست، ما بيتحطش على الانفنتوري، وبينزل وقت ما استحق، بينزل على ايه الانكم ستيتمنت. طيب حلو قوي، نيجي دلوقتي بقى نتكلم ايه بيقول لك الديفرنت انفنتوري فالويشن ميثودز. انت مش قلت الانفنتوري بيستخدم بالكوست، مش احنا بنقيم الانفنتوري بالكوست؟ طب ايه بقى فالويشن ميثود؟ اقول لك لا، ما خلي بالك من نقطة، لو انا عندي الكوست بتاعت الانفنتوري دي ثابته مع مرور الوقت مش هيبقى عندي مشكله خالص. تمام. انما المشكله ان الكوست بتتغير. يعني تخيل مثلا كده ان انت قاعد في المخزن وجالك اول يوم في الشهر 10 موبايلات، الموبايل ب 1000 جنيه، دخلتهم المخزن تكلفتهم كام؟ 10000 جنيه. حلو جدا. جالك بعديها مثلا بيومين 10 موبايلات تانيين، الموبايل ب 1100، دخلتهم المخزن ب 11000 جنيه. تمام. فجي بقى قال لك ايه، احنا هنبيع دلوقتي موبايلين. طيب انا لما ابيع موبايلين ابيع من انهو؟ انا عايز احط هبيع الموبايل السيلينج برايس بتاع الموبايل مثلا 1500، خلاص ده ثابت، ده معروف مفيش فيه كلام، احط في المبيعات عندي 1500. اجي احط في التكلفة بقى، اضرب الاتنين دي في كام، في 1000 ولا في 1100؟ هنا بقى هي دي الفكرة. فعشان كده لو كان الكوست اوف انفنتوري ثابت مجاش عندي مشكله خالص، انا بشتغل بالكوست وكل حاجه. لكن لو انا عندي الكوست بيتغير، يبقى انا عايز اعرف بقى، طب انا هحاسب على ايه؟ على الالف جنيه اللي جم في الاول، ولا الالف ومية اللي جم في الاخر، ولا اخد افريج ما بين الاثنين، ولا اعمل ايه بالظبط؟ فبالتالي هنا بنوصل بقى للطرق المختلفه اللي بنعملها في حسبه الكوست بتاعت الانفنتوري. عندنا الاي فار اس واليوز جاب بيستخدم طرق مختلفة. عندنا تحت اليوز جاب عندنا 4 طرق معتمدة. أول حاجة في طريقة اسمها specific identification، هنعرف بقى كل طريقة واحنا ماشيين. تاني حاجة اسمها first in first out FIFO. تالت حاجة في حاجة اسمها weighted average cost. وتالت حاجة اسمها رابع حاجة اسمها last in last out اللي هي LIFO. تمام. تحت ال IFRS عندي برضو ال specific identification نقدر نستخدمها، first in first out نقدر نستخدمها، ال weighted average cost نقدر نستخدمها، لكن ال LIFO ما ينفعش نستخدمها تحت ايه؟ تحت ال IFRS. فبالتالي انا عندي هنا 4 methods معترف بيهم تحت ال use gap، و 3 methods معترف بيهم تحت ال IFRS. طب ايه الكلام الغريب بيتقال ده؟ يعني ايه specific identification و FIFO و LIFO و weighted average والكلام ده كله؟ تعالي نمسكهم واحدة واحدة. السبيسيفيك ايدنتيفيكيشن هي بمنتهى البساطه ان انت بتقول، انت لما تيجي تقول لي في مشكله الموبايلات اللي حصلت دي، اقول لك يا عم شوف الموبايل اللي اتباع ده السيريال نمبر بتاعه ايه، وشوف السيريال نمبر ده دخل مع انهي دفعه، ده كان متجاب ب 1000 ولا ب 1100. فبالتالي اتش يونت سولد بتبقى ماتش مع اليونت اكشوال كوست، انا بشوف الموبايل ده فعلا جبته بكام. بس دي اقدر استخدمها لما انا اقدر اميز بين الانفنتوري، ما يبقاش الانفنتوري انترشينجبل. يعني انا دلوقتي زي ما قلت لك الموبايل سيريال نمبر، ممكن استخدم ده افرق ما بينهم بمنتهى السهوله. وفي نفس الوقت برضو حتى لو انا عندي موبايلز وليها سيريال نمبرز، بس لو انا بنتج منهم او ببيع منهم كميات كبيره قوي، الموضوع ده متعب جدا. ده انا هقعد بقى اشوف كل سيريال نمبر وادور وبتاع والكلام ده كله، عارف طبعا في سيستم ممكن يعمل الكلام ده، لكن لو ما عنديش حاجه اقدر اعرفها زي السيريال نمبر دي، هتبقى الموضوع صعب قوي. فدايما الشركات اللي بتستخدم بتبيع مثلا small number of costly and easily distinguished
ايتيمز زي المجوهرات. يعني مثلا في شركات بتشتغل مثلا في المجوهرات، معروف هي الماسة دي اسمها كذا. في مثلا الشركات اللي شغاله في العربيات، هي بيبيع كام عربيه يعني في اليوم، فبالتالي هو عارف العربيه برقم الشاسيه، برقم بيبيع كميات صغيره، وبيبيع حاجات ممكن نفرقها بمنتهى البساطه عن بعض. انما مثلا لو انت في شركه زي جهينه كده، تخيل مثلا انت في شركه زي جهينه، انت اشتغلت هناك في ال او بتسال مثلا المحاسب هناك، بتقول له ولو سمحت هو علبه اللبن اللي طلعت دي كانت انهي علبه من اللي دخلوا؟ يقول لك احنا بيخش عندي كل يوم مليون علبه، يطلع مليون علبه، كلهم شبه بعض، اعرف لك منين؟ فبالتالي ال specific identification ما تنفعش في اي شركه، ولازم تنفع في الشركات اللي احنا قلنا عليها، انت تكون شغال بتبيع عدد محدود من المنتجات وتقدر تعرفهم بمنتهى السهوله. طيب برضو انت ممكن تستخدم specific identification for special purpose orders في بره الفيرمز نورمال كورس اوف بزنس. يعني مثلا افرض ان جه مثلا شركه مثلا زي ايفون، زي ابل مثلا، قال لهم والله احنا عاوزين ايفون مثلا معمول من الذهب. في الحاله دي بقى مش هقول لك فايف ولايف، وده انا بعمل للناس وحده منه، او بعمل مثلا عدد محدود جدا منه بيتباع، فبالتالي ده بيبقى سبيشال اوردرز، ممكن ده بنستخدم فيه برضه الايه السبيسيفيك ايدنتيفيكيشن. طبعا دي حاجه ستريت فورورد جدا وحاجه سهله قوي، ان انت تشوف المنتج اللي اتباع ده هو في هو انه، وتقوم حاطط الكوست بتاعته قدام السيلينج برايس بتاعه. وطبعا زي ما قلنا ده مبيبقاش موجود في حالات كتير. طيب نيجي بقى الايه الحاجات الكومن. اول حاجه عندنا الطريقه الاشهر اللي بتستخدم تقريبا في معظم الحالات في معظم دول العالم، اللي هي ايه الفايفو. فايفو هي عباره عن ايه، فيرست ان فيرست اوت. يعني المثال بتاعنا اللي قلت لك جالك 10 موبايلات ب 1000 جنيه، وجالك 10 موبايلات ب 1100 الموبايل، لما تيجي تطلع موبايلين هتقول يبقى انا هعتبر نفسي هبيع اول من اول دفعه جات لي الاول لغايه لما تخلص، بعدين ايه ابيع من الدفعه اللي بعديها. فكده the first item purchased، اول منتج انت اشتريته هو ده، تفترض ان هو اول item ايه هتبيعه. طيب الجملة اللي قدامنا دي فيها حتة مهمة جدا، اللي هي كلمة ايه assumed. انا ليه بعمل دايرة على كلمة assumed؟ لان احنا دايما في perception كده غلط، بيقول لك ايه الفايفو دي ينفع يشتغل في اللبن. ليه؟ لان اللبن بيبوظ، فانت لازم تبيع اللي انت انتجته الاول، انما ما ينفعش يشتغل لايفو في شركة لبن. هقول لك لا حضرتك، الفايفو واللايفو دي سياسه تسعير مش سياسه بيع. انا ماليش دعوه الراجل اللي في المخزن بيطلع ايه، انا ممكن اشتغل في شركه لبن لايفو عادي جدا، هي لاست ان فيرست اوت. ليه؟ لان انا في الاول في الاخر ممكن الراجل اللي في المخزن بيطلع من اول منتج باعه، من اول علبه انتجها طبعا عشان اللبن ما ينبصش، بس انا وانا باجي بسعر بفترض احط تحتها كذا خط، بفترض ان انا ببيع من اخر منتج انتجته. فبالتالي دي سياسة تسعير مش سياسة بيع، او مش سياسة مخازن. فدي برضو من النقط المهمة جدا، في ناس كتير بتغلط او بتقع ايه في الحتة دي. فبالتالي احنا قلنا بقى نرجع تاني قلنا ان الفايفو ان هي انت بتعتبر ان او بتفترض ان اول منتج جالك او اول منتج انتجته هو اول منتج ايه هتبيعه. طب ايه هي المزايا بتاعة الفايفو؟ قال لك المزايا بتاعته ان انت ان الانتج انفنتوري عندك وهو اسيت دايما بتعمل له فالويشن على الموست ريسنت بيرشيس برايسز. يعني مثلا نيك مثلا مثال الموبايلات، الموبايلات كانت ب 1000 جنيه زادت ب 1100، عماله تزيد بقت 1200 1300 1400 1500، تيجي في اخر السنه تلاقي المخزون بتاعك متسعر على كام؟ موست لايكلي على 1500 او رقم قريب من ده، لان انت كل الحاجات القديمه اللي جات لك انت بعتها. تمام؟ فبالتالي هيبقى الكوست بتاعت المخزون بتاعتك تعتبر اقرب حاجه للايه؟ للكرنت كوست اللي موجوده دلوقتي في السوق. طيب انها بقى الكوكس دي بتعتمد على الـ earliest purchase cost، بتعتمد على البضاعة اللي انت اشتريتها في الاول. فلما يكون عندك الـ environment بتاعتك inflationary، يعني الاسعار عمالة تزيد، الكوكس هتبقى اقل من الكوكس العادية. يعني انا دلوقتي هكون انا في environment في inflation، في الاسعار عمالة تزيد اول باول، هتيجي مثلا شركة من الشركات الموجودة مثلا في مصر دلوقتي بتبيع مثلا منتج معين، هتلاقي مثلا حاطه في التكلفه بتاعتها ان انا بعت المنتج ده الكوست بتاعته مثلا كانت 1000 جنيه، تقول يا نهار ابيض 1000 جنيه، ده المنتج ده انا عارف ان هو دلوقتي الشركه دي بتشتريه من السوق تكلفته عشان تعمله دلوقتي 1500. يقول لك اه بس هي شغاله فايفو، فهي اللي انتجته الاول بتبيعه الاول، فعشان كده بتلاقي عندك الايه التكلفه عندك بتبقى
اقل من سعر السوق دلوقتي. وعشان كده بقى ايه اللي بيزيد عندي؟ اللي بيزيد عندي الايرنينجز، ما انا بستخدم تكلفة قليلة وابيع بسعر عالي، علشان انا دلوقتي اصلا الاسعار عليت، فبالتالي ايه اللي بيزيد عندي؟ بيزيد عندي الايه؟ الايرنينجز. طيب نيجي بقى للطريقة التانية اللي هي اللايفو، واللي احنا كنا اتكلمنا عليها كده في وسط الكلام واحنا بنضرب المثال بتاع الاسامبشن. بس اللايفو دي هي منتظمة، تقول اللي هي ايه؟ لاست ان فيرست اوت. فبالتالي هو بيمشي بقى بالعكس، بيقول لك اللي انا اشتريته الاخير هو ده اللي انا ايه هبيعه الاول، وده اللي موجود في المثال بتاع الموبايلات. يبقى انا هبيع موبايلين، هعتبر انا ببيعهم بايه؟ ب 1100، مش 1000. فبالتالي ده برضو لو انت عندك inflationary environment الكوجز بتاعتك هتبقى اعلى حاجة، ماشي، والايرنج هتبقى اقل. تمام، حلو قوي. طيب طب lower earnings دي بتحصل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعملي lower income taxes. تمام، ودي بتزود لي الكاش فلو عشان التاكسز عندي بتكون اقل، ان الايرنجز عندي بتكون اقل. طيب ال ending inventory تحت اللايفو بيحصل لها ايه؟ بتقول لك ان انا بقيم الانفنتوري بال earliest cost. عشان كده بتلاقي ان هو الانفنتوري مش معبر على الاسعار الحالية، وبيكون اقل من ال current ايه؟ من ال current cost. تمام. طيب ليه بقى اصلا الناس كلها بتستخدم لايفو؟ بيقول لك الناس بتستخدم لايفو عشان موضوع الانكم تاكس ادفانتج، ان هي بتديهم تاكس سيفنج، بتقلل لها التاكس. عشان كده تلاقي الشركات دلوقتي بتستخدم لايفو. ناخد بالنا بقى من اللي احنا كنا قلناه في الاول، ان اللايفو دي مسموح بيها تحت ايه؟ تحت اليوز جاب اونلي. فبالتالي ما يقدرش يستخدم لايفو الا تحت اليوز جاب. لا تلاقي شركه شغاله بقى في اس عاملاها، ولا تلاقي شركه شغاله في مصر عاملاها، لان احنا في مصر شغالين على طبق لمعايير الاي اف ار اس. في بينا اختلافات بينه وبين الاي اف ار اس، لكن موستلي بنبقى بنشتغل على معايير الاي اف ار اس. فبالتالي الشركات الامريكيه بتستخدم اللايفو علشان تاخد موضوع التاكس سيفنج اللي اللايفو ايه بتحققها. تمام كده، عشان هي كده بتديها بقى هاير كاش فلو فروم اوبريشنز، اللي بتيجي نتيجه ان هي بتدفع ايه؟ بتدفع ضرايب اقل. طيب تالت طريقه عندنا، او رابع طريقه عندنا بعد ال specific identifications وال FIFO وال LIFO، عندنا حاجه اسمها ال weighted average. ودي بمنتهى البساطه هتقول لك انت توجع دماغك ليه؟ انا عندي 10 موبايلات ب 1000 و10 موبايلات ب 1100، يبقى متوسط كل موبايل ب 1050. لما تيجي تطلع بيعه ب 1050، فبالتالي انا بستخدم ال weighted average cost، علشان ده بيعتبر متوسط او المتوسط المرجح للتكلفه بتاعه المنتجات عندنا. تمام، حلو قوي. برضو في بقى لما يكون في inflationary environment بيبقى دايما بقى ال weighted average cost دي هي اللي بين البنين. تمام، ال inventory ال value بتاعته ما بين ال LIFO وال FIFO، وال COGS بتاعته ما بين برضو ال FIFO ايه وال LIFO. طيب حلو قوي. وهنا بقى عندنا زي كده ملخص للاربع طرق بتاعتنا، ده الفايفو first in first out، واللايفو last in first out، والويتد افريج كوست ده برضو الطريقه الثالثه، والسبيسيفيك ايدنتيفيكيشن. فالفايفو بيقول لك كل طريقه بتعمل ايه. first item purchased هو first item sold، هنا first item purchased هو last item sold، items sold are mix of items purchased. تمام، هنا each unit sold is matched with the unit's actual cost. طيب ايه الادفانتجز بتاعت الفايفو؟ ان الاندنج انفنتوري بتاعي بيكون اقرب حاجه للحقيقه او الريسنت برايسز، الانفنتوريز بتكون اكتر والكوجز بتكون اقل، ودي متاحه تحت الاي اف ار اس واليو اس جاب. اللايفو الفيرست ايتم بيرشيز لاست ايتم سولد، الادفانتج بتاعتها الوحيده اللي هي بتديني تاكس سيفنجز، وبتكون بتديني نت انكم اقل بس كاش فلو اعلى. هنا بتبقى ميكس ما بين الاثنين، وهنا ال specific identifications هي appropriate بس لما يكون الانفنتوري الانفنتوري items سهل انك تميزها عن بعضها او لل special orders. طيب هنيجي بقى هنعمل ناخد example عشان نشوف الفرق بين ال FIFO وال LIFO والكلام ده كله. عندنا الانفنتوري هناخد كده مثال، بيقول لك ان احنا عندنا في شهر يناير احنا فتحنا الشركة، لان ان احنا عندنا وحدتين من السنة اللي فاتت كانت تكلفتهم 2 دولار الوحدة، فكان عندنا اجمالي المخزون ب4 دولار. حلو، جينا يوم 7 يناير اشترينا 3 وحدات ب3 دولار، يعني ب9 دولار،
وجينا يوم 19 اشترينا 5 وحدات كمان ب بكام؟ ب5 دولار، بقى عندنا كده 25 دولار. تمام. فبالتالي عندي اجمالي البضاعة اللي موجودة خلال يناير هي 5 وحدات، منهم 2 بدأ بيهم السنة و8 جبتهم خلال السنة. احنا عندنا 10 يونتس، ال 10 يونتس دول قيمتهم 38 دولار. حلو. جيت انا في يناير بقى وقمت ايه، وقمت بايع 7 يونتس. طيب تعالى بقى نشوف احنا لما نيجي نستخدم فايفو. الفايفو بقى بقول له ايه دلوقتي، انا بعت كام وحدة؟ بعت 7 يونتس. اول حاجة نبدأ ناخد من اول وحدات عندنا لغاية لما تخلص. احنا بادئين السنة عندنا كام وحدتين؟ حطهم لي كلهم 4 دولار. طيب انا لسه عايز كمان اخد ال3 وحدات اللي انا اشتريتهم بعد كده ب9 دولار. انا كده خدت 5 وانا بعت 7، فاضل 2. اخد الوحدتين اللي بيعوا في اخر عملية بيع اللي هما ب10 دولار، بقى اجمالي الكوست اوف جود سولد كام؟ 23 دولار. طيب حلو قوي. والاندنج انفنتوري كام؟ 3 وحدات اللي هما بقيت اخر بيعة، 3 وحدات ب5 دولار، يعني 15 دولار. هتلاقي ان التوتال بتاعهم كام؟ 38. حلو. دي كده ايه الفايفو اللي هي بتستخدم تحت الاي اف ار اس، وبتستخدم في مصر، وبتستخدم برضو معترف بيها او مسموح بيها تحت الايه، اليو اس جاب. تمام. نيجي بقى على اللايفو. قال لك طيب انت، نيجي بقى اللايفو، انت بعت ايه 7 وحدات. انا بقول لاست ان فيرست اوت. ايه اخر عملية شراء اشتريتها؟ اللي هي كانت في 21 يناير ب5 دولار، تاخد الخمسة كلهم ب25 دولار. تمام. والشراء اللي قبليها اللي انت كنت شاري وحدات، الوحدة بتاعتها كانت ب3 دولار، هناخد منها الوحدتين الباقيين، تديني كام؟ تديني 6 دولارز. تمام. فبالتالي عندي الكوست اوف جود سولد كام؟ 31 دولار. فاكرين الكوست اوف جود سولد كانت كام عندي في المثال الاولاني؟ كانت 23 دولار. شوف الفرق عامل ازاي، علشان ده كده، عشان كده بقول لك ان اللايفو بتوفر لنا فين؟ في الضرايب. نيجي الاندنج انفنتوري، انا عندي من البيعه التانية دي فاضل وحده ب3 دولار، ووحدتين ب2 دولار، يعني الاتنين على بعض يديني كام؟ 7 دولار. تجمعهم تقييم 38 دولار. هم ال 38 دولار، بس هي بس بتختلف تقسيمتهم ما بين الكوست اوف جود سولد وما بين الايه، وما بين الانفنتوري، انما التوتال لازم يفضل مع بعضه ايه، هو هو. طيب اخر طريقه الويتد افريج كوست اوف كابيتال. قال لك انت ايه، انا جبت 38 وحده وهم 10 وحدات، سوري، اجمالي التكلفه كانت 38 دولار وهم 10 وحدات، يعني الوحده ب3 دولار و80 سنت. طيب يبقى الويتد افريج كوست اوف جود سولد عندي اللي هو 7 يونتس في 3.8، 26.6. الاندنج انفنتوري 3 يونتس في 3.8 برضه، يبقى 11.4. اللي هم على بعض يدونا كام؟ برضه هم ال 38. تلاحظ بقى هنا ان انت الكوست اوف جود سولد ما بين البنين، الكوست اوف جود سولد كانت اكبر حاجه تحت اللايفو، واقل حاجه تحت الفايفو، متوسطه تحت الويت افريج كوست اوف كابيتال. الاندنج انفنتوري كان اقل حاجه تحت اللايفو، واعلى حاجه تحت الفايفو، ومتوسط تحت الايه، الويتد افريج كوست اوف جود سولد. تمام. فنراجع تاني اهو الارقام، انا عندي هنا 26.6 ماشي، وهنا 31، شايفين عالية ازاي، وهنا 23. نيجي الانفنتوري هنا 15. تمام. اعلى انفنتوري عندي هنا، الانفنتوري اقل انفنتوري 7، هنا الانفنتوري المتوسط عندي 11.4. فده ملخص كده للتلات طرق الرئيسية اللي عندنا، اللي احنا وشوفنا الفرق بينهم ايه عامل ازاي. طيب هنيجي بقى تسأل نفسك سؤال، احنا هنا العنوان بتاع السلايد دي بيقول لك احسب لي بقى السيلينج والجروس بروفيت والاندنج انفنتوري باستخدام حاجه اسمها بيربيتشوال انفنتوري وبريودك انفنتوري. ايه البيربيتشوال والبريودك دي؟ كان ممكن وانت بتبص على السلايد اللي فاتت تقول لي ايه ده، هو انت بتقول دلوقتي ان احنا بعنا 7 وحدات في يناير، معقوله بعناهم كلهم في اخر يناير؟ طب مش ممكن مثلا احنا اول ما فتحنا احنا بقى اشترينا اول وحده ب7 يوم 7 يناير، اول عمليه شراء يوم 7 يناير، وتاني عملية شراء كان يوم 21 يناير، ما كانش مثلا ممكن ان احنا يوم 7 يناير، يوم 8 يناير ولا 10 يناير بعنا؟ هقول لك اه. هنا بقى احنا عندنا طريقتين في الموضوع ده، حاجة اسمها البريودك سيستم وحاجة اسمها البيربيتشوال سيستم. ايه هي البريودك وايه هي البيربيتشوال؟ البريودك سيستم دي بتفترض ان احنا بنخلص الشهر بشهره، يعني نسيب الشهر يخلص بعدين في الاخر نقعد نعمل الحسبة بتاعته. البيربيتشوال احنا بنعملها ايه، على طول واحنا شغالين. فالبريودك سيستم بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانفنتوري فاليوز بتاعتي بتتحسب في اخر
الفترة بتاعتي، تمام؟ يعني انا باجي في اخر الفتر في اخر الشهر او اخر السنة او اخر الكوارتر او اخر whatever، انا بحسب الفترة بتاعتي قد ايه، واقول لك والله يا جماعة احنا جبنا الكوجز بتاعتي، انا بتاعتي بتساوي ايه، بتساوي الاندنج انفنتوري ماينس جودز افيلبل فور سيل، تمام؟ بحسب دلوقتي اللي هي بشوف ان انا اشتريت كام، فاكرين المعادله اللي احنا حطيناها في الاول هي نفس المعادله، انا كان عندي انفنتوري اول مده كام بكذا، كان عندي اشتريت اشتريت بكام بكذا، بقى عندي اخر مده بكام بكذا، يبقى الكوجز بكام بكذا، وهي دي الجزء افيلبل فور سيل اللي هو كان عندي انفنتوري كان كام اول المده واشتريت عليه قد ايه خلال المده، تمام؟ البربيتشوال هي عباره عن ايه، ده انا كل ما اجي عمليه بيع بحسب وبقيد. انت عارف الفرق بين الاتنين عامل زي ايه؟ لو انا جيت قلت لك ايه، انت صرفت كام النهارده وانت مثلا في الكليه بتاعتك او في الشغل بتاعك، تقول لي والله اللي انا صرفته، لو انت منظم شويه هتقول لي اه بص يا سيدي انا النهارده صرفت 10 جنيه جبت بيهم فطار، وخمسة جنيه جبت بيهم بيبسي، ومش عارف 5 جنيه كمان مواصلات، فانا كده صرفت كله 20 جنيه. دي البربيتشوال، انت كل عمليه صرف انت بتصرفها بتحسبها. البريودك بقى انت تيجي اخر النهار تقول لي بص انا كنت خارج من البيت معايا 100 جنيه، انا دلوقتي معايا 80 جنيه، يبقى انا كده صرفت 20، فانا السنه دي صرفت 20. دي فكره الايه، البريودك. البريودك انا باجي في اخر الفتره بحسب انا عملت ايه، بشوف عندي المخزون اخر الفتره كام، بشوف عندي المخزون اول الفتره والبيرشز اللي هي الجزء available for sale، الفرق ما بينهم ده بنسميه الايه، الكوجز، تمام؟ انما البربيتشوال مع كل عمليه بيع باجي ايه، احسب الحسبه بتاعتي. طب ده يفرق معايا في ايه؟ طب ما المفروض ان في الحالتين الحسبه واحده. لما انت جيت قلت لي المثال كان هم 20 جنيه هم هنا هم هنا، طيب تعالى بقى نشوف مع بعض هم بيحسبوا بيفرقوا مع بعض في ايه. البريودك والبربيتشوال انفنتوري بيبقوا هم تحت الفايفو ميثود، تمام؟ انما بيختلفوا تحت اللايفو والويتد افريج ميثود. ليه بقى الكلام ده؟ ايه اللي بيخليهم يبقوا زي بعض في الفايفو وايه اللي يخليهم بيختلفوا في اللايفو؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا لما اجي اقول لك ايه، هناخد الكلام ده في اكزامبل دلوقتي حالا بالارقام وهتفهم ليه الفرق ده. الفايفو انا بقول فيرست ان فيرست اوت، تمام؟ فانا لو انا خدت اللقطه في اي وقت من الشهر هيبقى الفيرست ان هو الفيرست ان. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي قلت ايه، احنا مثلا بناخد الغياب في محاضره، تمام؟ لو انا جيت قلت يا جماعه هو مين اخر واحد جه المدرج، لو انا جيت قلت مين اخر واحد جه المدرج بعد 10 دقايق من المحاضره ما بدات هيبقى فلان، طب بعد نص ساعه هيبقى واحد تاني، طب بعد ساعه هيبقى واحد تالت، صح؟ طيب لو انا جيت بعد 10 دقايق من المحاضره ما بدات قلت هو مين اول واحد جه المحاضره يا جماعه، واحد هيرفع ايده يقول لك انا، طب بعد نص ساعه هو مين اول واحد جه المحاضره، انا برضو ستيل، ما انا اول واحد جيت، والحقيقه دي هتفضل ما تتغيرش طول ما احنا ماشيين، بعد ساعة بعد ساعتين بعد سنة أنا لسه برضه أول واحد جيت. إنما اللي بيتغير عندي هو مين آخر واحد جه، لأن كل الوقت من الوقت ما يعدي كل ما الراجل اللي جه الآخر ده هو اللي هيختلف. فبالتالي يبقى أنا الحسبة تحت الفايفو لما أجي أقول لك فيرست إن فيرست أوت، الفيرست إن هيفضل هو الفيرست إن، سواء أنا حسبت في آخر الفترة سواء أنا حسبت خلال الفترة. إنما اللاست إن لأ، لو أنا جيت حسبت آخر الفترة يبقى اللاست إن هو اللي أنا اشتريته يوم 31 يناير. انما الـ لو انا جيت مثلا في يوم 10 يناير باخد الحسبه بتاعتي يبقى اللاست ان عندي ايه، هيكون مختلف. طيب تعال بقى ناخد اكزامبل كده بالارقام علشان نشوف الحسبه بتاعتنا دي تمشي ازاي ونفهم الاكزامبل ده بشكل اكتر. اول حاجه قالك ان احنا بادئين السنه بوحدتين، الوحدتين دول الوحده فينهم ب2 دولار، ويوم 7 يناير اشترينا 3 وحدات، الوحده ب3 دولار، يوم 12 يناير عملنا مبيعات 4 وحدات، مالناش دعوه بسعر البيع خالص دلوقتي لكن احنا عايزين نعرف بس تكلفتهم كام، ويوم 19 يناير ايه اشترينا 5 وحدات كمان ب5 دولار الوحده. تعال بقى عايزين نحسب الفايفو واللايفو تحت البيربيتشوال والبريودك. تعال بقى هنا هنقول ايه، ادي الفايفو احنا جينا هنا حطينا جدول كده بس لخصنا فيه المعلومات اللي كانت في السلايد الاولانيه عشان بس يبقى قدامنا واحنا شغالين تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تعالى يا عم نشتغل فايفو بريبيتشوال. يعني ايه فايفو بريبيتشوال؟ بريبيتشوال دي يعني انا يوم 2 يوم 12 يناير لما بعت ال4 وحدات دول قعدت فتحت الدفاتر وحسبت تكلفه المبيعات بكام وحسبت الانفنتوري بكام. انما البريودك انا سبت كل ده يحصل وجيت يوم 31 يناير قمت ماسك الجدول ده وقعدت احسب هو الشهر ده حصل فيه ايه، تمام؟
طيب تعالى بقى نحسب هي البيعة اللي حصلت في 12 يناير دي تكلفتها كام؟ مش ده فايفو فيرست ان فيرست اوت؟ انا جيت هنا واقف هنا لسه ما شفتش ان انا اشتريت 5 وحدات ب$5، انا واقف في الحتة دي. قمت انا قلت طيب ايه اول وحدة، انا بيع 4 وحدات، قمت انا واخد الوحدتين الاولانيين اللي انا بادئ بيهم السنة ب$4. طيب حلو قوي. نيجي بقى بعد كده بعت كام؟ بعت 3 وحدات، اخد منهم الوحدة الوحدتين اللي ناقصين ب$6، بقى عندي كده الكوست بتاعتي كام؟ $10، ده الكوكز بتاعتي. طب الانفنتوري، الانفنتوري بقى بقول لك ان انا عندي، انا فاضل لي وحده من هنا ب$3 اللي هي يوم الشراء يوم 7 يناير، وال5 وحدات الاخرانيين كلهم فاضلين ما خدتش منهم حاجه، يبقى كام؟ يبقى $25، يبقى كده اجمالي انفنتوري $28، يبقى اجمالي السنه، اجمالي البضاعه اللي كانت متاحه كلها للبيع خلال السنه كانت كام؟ كانت $38. صح كده؟ عشان بس نتأكد تحت كل الميثودز لازم الرقم ده يفضل ثابت، اللي هو الكوجز بلس الانفنتوري لازم يفضل رقم ثابت، فهي ايه؟ $38 بتاعنا. طيب هنا بقى بقول لك ان انا عندي الفايف وكوجز والاندنج انفنتوري ما بتفرقش تحت البيربيتشوال والبريودك. ازاي؟ تعال بقى نقول المثال اللي احنا قلنا المره اللي فاتت. طب يا عم انا شغال بيربيتشوال، انا شغال بريودك، جيت يوم 31 يناير انا بعت كام خلال الشهر ده؟ 4 وحدات. ايه هم اول 4 وحدات جبتهم؟ اللي هم 2 من البيجيننج انفنتوري و2 من الطلبيه الاولانيه بتاعت الشراء، ما تغيروش، هم ففضل هي نفس الكوست، فيفضل هو نفس الاندنج انفنتوري، لان انا سواء انا وقفت هنا سواء انا وقفت هنا البيجيننج اول حاجه جت هتفضل هي ثابته ما تتغيرش. طيب تعال نشوف بقى ازاي الكلام ده بيتغير تحت اللايفو. اللايفو بيربيتشوال سيستم برضو نفس الجدول بتاعنا موجود عشان نفتكر الارقام. احنا جينا يوم 4 يناير يوم سا... سوري يوم 12 يناير قلنا احنا بعنا كام؟ بعنا 4 وحدات. طب احنا قلنا لاست ان فيرست اوت، فايه اخر وحده جت؟ اخر وحده جت هم الكام؟ هم ال3 وحدات دول، خدناهم كلهم ب$9، 3 في 3 ب9، وخدنا الوحده اللي ناقصه من البيجيننج انفنتوري ب2، يبقى كده كام؟ $11. وجينا الايه الاندنج انفنتوري، قلنا يبقى احنا فاضل لنا وحده من اللي هي ب$2، ادي كده ب2، وال5 وحدات اللي جبناهم الاخر ب25 كده 27، برضو تاني عندنا المجموع بتاعهم كام؟ 38. حلو. طيب لان احنا واقفين هنا فده كان اخر وحده احنا جبناها وده اللي قبل الاخير. طيب نيجي بقى البريودك، بقى البريودك ده احنا واقفين هنا يوم 31 يناير، فايه اخر وحده احنا، ايه اخر طلبيه جبناها؟ اخر طلبيه جبناها اللي هي ال5 وحدات ب$5، فبالتالي اخد منهم الاربعه بتوعي كلهم، يبقى الكوست بتاعتي 20 بعد ما كانت 11 في السلايد اللي قبل كده. وتيجي بقى الانفنتوري، بقى تاخد واحده من الخمسه اللي فاضله دي ادي كده $5، وتاخد الاتنين في اتنين ب4، وتلاته في تلاته ب9، يبقى انت عندك كده 18 و20، هما برضو كام؟ نفس ال38. شفت بقى ازاي ان البريودك سيستم بيفرق تحت، او البريودك سيستم والبربيتشوال سيستم بيفرق تحت اللايفو ما بيفرقش تحت الفايفو؟ طب سؤال بقى، احنا مش حاطين اكزامبل ده لكن سؤال برضو عشان تفكر فيه، هل هيفرق تحت الويتد افريج كوست اوف كابيتال ولا مش هيفرق؟ لا برضو اكيد هيفرق. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا لو انا جيت حبيت اجيب الويتد افريج كوست اوف ايكويتي، انا اسف الويتد افريج كوست اوف ايكويتي، انا بقول كابيتال، الويتد افريج كوست اوف ايكويتي هي عباره عن ايه؟ بهاجي هنا بشوف انا عندي 5 وحدات ماشي تكلفتهم $5، فبالتالي هتلاقي الوحده كده تكلفتها 2 3 5 سوري 5 وحدات تكلفتهم اللي هم 4 و9 يبقى 13، يبقى انا هقسم ال 13 دول على عدد ايه؟ الوحدات. انما لو انا جيت اخر السنه لا، ده انا هاخد بقى ال 10 وحدات على ايه؟ على ال 38 كلهم، تبقى 3.8، فهنا هيطلع رقم وهنا هيطلع رقم تاني، فبالتالي برضو تحت الويتد افريج كوست، الويتد افريج كوست اوف جودز بتختلف عندي ما بين لو انا شغال بريودك او شغال ايه؟ بيربيتشوال. طيب عايزين نفهم بقى، احنا كنا اتكلمنا الحته دي قبل كده بس برضو عايزين ناكد عليها تاني، هو ازاي الانفليشنري انفايرمنت بتاثر على الكوست بتاعتي تحت الطرق المختلفه. فاول حاجه الانفليشنري بيريود بيحصل ايه؟ لو الاسعار بتاعتي ستيبل او انكريزنج يبقى دايما عندي الكوجز بتاعت اللايفو اعلى، وهي ده طبعا الانفليشنري انفايرمنت هي دايما بتكون الكيس في معظم الحالات او في معظم الوقت يعني، فاللايفو كوجز عندي بتبقى اعلى ماشي، اعلى من الفايفو كوجز ماشي. ليه بقى؟ لان انا اخر وحده اشتريتها بتكون ايه؟ تكلفتها اعلى، فبالتالي ده بيقلل لي ايه؟ الضرايب. تمام. وبالتالي الانفنتوري في اللايفو بيكون اقل، اوكي، فبالتالي ده تحت الايه؟ الانفليشنري ايه؟ انفايرمنت. تمام. طيب
نيجي بقى ايه بعد كده، لو انا بقى عندي ديفليشن يعني الاسعار عماله تقل، الايه بقى هتتعكس، يبقى انا عندي اللايفو بيعمل لي كوست اقل فيدفعني ضرايب اكتر، والفايفو يعمل لي كوست اعلى فيدفعني ضرايب اقل، والكوجز بتبقى والانفنتوري بيعكس برضه، بيبقى الانفنتوري تحت اللايفو بيبقى اعلى، وتحت الفايفو بيبقى ايه بيبقى اقل. بس طبعا احنا عارفين ان دايما الانفليشنري انفايرمنت هي دايما بتبقى هي الكيس في معظم الاوقات، لان الديفليشن حتى لو اتوجدت في اقتصاد او في دولة ما بتستمرش ايه فترة طويلة. تمام. نيجي بقى حاجة عندنا اسمها لايفو ريزيرف ولايفو ليكويديشن. طيب انا دلوقتي انت جيت قلت لي طب انا راجل اناليست دلوقتي وبقارن ما بين شركتين، شركة في امريكا وشركة في اوروبا، شركة في امريكا شغالة لايفو والشركة في اوروبا شغالة فايفو، هطلع نتائج مختلفة. تمام. طيب اول حاجة انا عايز اعرف هو انا ايه الحاجات اللي هتختلف عندي. قال لي بص انت عندك هيختلف 4 حاجات، الانفنتوري هيختلف، والكوجز هتختلف، والنت انكم، والتاكس. الانفنتوري دايما في اللايفو بيكون اقل من الفايفو، يعتبر احنا في انفليشنري انفايرمنت، والكوجز في اللايفو بتكون اعلى من الفايفو، دايما الكوجز عكس الانفنتوري، ان الاثنين دول مجموعهم لازم في كل الحالات يكون واحد، فلو ده اعلى يكون التاني ايه يكون التاني اقل. يبقى بالتالي النت انكم بتاع اللايفو لازم يكون اقل من الفايفو عشان انا مزود الكوجز على نفسي، والتاكس بتاع اللايفو يكون اقل من الفايفو عشان النت انكم بيفور تاكس بالنسبه لي بيكون اقل. طيب حلو قوي. طب انا برضه اتصرف ازاي؟ يعني انا ازاي اقدر ان انا احاسب اعمل حاجه زي كده؟ قالك بس المعايير برضو ما سبتكش لوحدك، قلت لك احنا فرضنا على الشركات اللي بتعمل لايفو لازم تحط لي حاجه اسمها اللايفو ريزيرف. ايه اللايفو ريزيرف ده؟ اللايفو ريزيرف ده الرقم اللي انت، مش احنا اتفقنا ان الانفنتوري في اللايفو بيكون اقل من الفايفو، فاللايفو ريزيرف ده الرقم اللي انت لو ضفته على الانفنتوري بتاع اللايفو يبقى هو الانفنتوري بتاع الايه بتاع الفايفو. فالانالست بقى انت المفروض كانالست تعمل ايه؟ بتحط اللايفو ريزيرف بتضيفه على اللايفو انفنتوري، توصل للانفنتوري لو كانت الشركه دي شغاله فايفو كان زمان الانفنتوري بتاعها هيكون كذا. تمام. وبتزود الريتيند ايرنينجز ماشي بالاي باللايفو ريزيرف. تمام. لان انا عندي اللايفو الراجل المفروض ان هو ايه بيكسب اقل علشان يدفع ضرايب اقل، فالريتند ايرنينجز بتاعته تكون اقل، فاقوم مزودها برضو باللايف ريزيرف عشان اوصل للريتند ايرنينجز اللي كانت المفروض تكون موجوده لو الراجل ده شغال ايه شغال فايفو. طيب فبالتالي ده الكيس بتاعتك، وهنا المعايير ايه ساعدتك بالشكل ده. بس انا عندنا بس ايه حته صغيره كده عشان ايه ما تقعش فيها، هو مش اصلا الناس بتوع اللايفو دول بيعملوا لايفو علشان يدفعوا ضرايب اقل؟ طب ما انت فين بقى الضرايب؟ قالك عشان كده المفروض لو انت بقى عايز تاخد الحسبه صح قوي يبقى انت لازم تاخد تزود اللايفو ب1 تضربها اللايف ريزيرف تضربها ايه في 1 ماينس التاكس ريت، بدل ما تحط اللايف ريزيرف بالكامل زي ما انت بتحطه هنا. بس يبقى انت بس فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وفاهم انت بتعمل ايه باللايف ريزيرف، وفاهم اهميته ايه. اهميته ايه؟ انت لما تفهم الكونسبت وتفهم يعني ايه لايفو يعني ايه فايفو وليه الحاجات دي بتتعمل، هتعرف بمنتهى البساطه ايه الفرق وتقدر تعمل ايه تحت كل كيس من الكيسز دي. طيب طب انت قلت لي هنعمل ايه في الـ في اللايفو في الانفنتوري وفي الريتيرن ايرنينجز والكلام ده كله، لكن ما قلتليش احنا هنعمل ايه في النت انكم الكوجز اللي هي اصلا بتاثر على النت انكم بتاعي. ما انا عايز اعرف النت انكم بتاع الشركتين. قال لك بقى انت ممكن تاخد الفرق ما بين الريزيرف بتاع السنتين، وهو ده اللي انت بتغير بيه الكوجز عشان تخلي الكوجز بتاعه اللايفو تساوي الكوجز بتاعت الفايفو اللي هي ايه اللي هي بتكون اقل شوية. فبالتالي الفايفو كوجز بتساوي ايه؟ بتساوي اللايفو كوجز ماينس التشينج في الريزيرف، فبالتالي ماينس الاندنج لايفو ريزيرف ماينس البيجينينج لايفو ايه ريزيرف. يعني الحتة اللي انت زودتها على الريزيرف دي تاخدها تطرحها منين؟ تطرحها من الكوجز اللي هي بتاعت السنة دي، لان انت الحتة بتاعت الريزيرف دي الاكيوميليتد، انما دي اللي هي بتاعت ايه بتاعت السنة دي. تمام. طيب ايه بقى تاثير الكلام ده على الريشيوز، على البروفيتابيلتي والسولفنسي والليكويديتي والاكتيفيتي؟ خلينا نشوف تاثير بقى ان احنا ماشيين بطريقتين مختلفتين دول على الريشيوز. طيب اول حاجه بروفيتابيلتي، لما يكون عندي فايفو ولايفو احنا اتفقنا ان اللايفو بتعمل هاير كوجز وبالتالي بتقلل لي ايه بتقلل لي الايرنينجز وبتقلل لي البروفيتابيلتي. فاي بروفيتابيلتي ايرنينجز عندك هتبقى
دايما هاير تحت الفايفو، تبان ان الشركه اللي هي شغاله بالفايفو دي بتعمل اداء احسن من الشركه اللي شغاله باللايفو، تمام. فبالتالي بقى جروس اوبريتنج، جروس مارجن، اوبريتنج مارجن، نت بروفيت مارجن، كل ده هيبقى احسن تحت الفايفو من ايه، من اللايفو، تمام. طيب الليكويديتي، طب ما برضو نفس الفكره، الفايفو واللايفو، اللايفو بتعمل ايه بقى؟ اللايفو الانفنتوري بتاعها اقل، فبالتالي الكرنت ريشيو مثلا، ما الانفنتوري ده جزء عندي من الكرنت اسيتس، تمام، فالكرنت اسيتس تبقى اكتر تحت الفايفو، فبالتالي الراجل بتاع اللايفو ده دايما بيبان عنده ان هو عنده ليكويديتي ايشو، ان الانفنتوري بتاعه اقل والكرنت ريشيو بتاعته ايه، بتاعته اقل. لكن طبعا لو احنا جينا نستخدم بقى الكويك ريشيو اللي بنشيل منها الانفنتوري، ساعتها هتلاقي الدنيا ايه، بالنسبه للاتنين تعتبر واحده، تمام. الوركينج كابيتال بيبقى اكبر تحت ايه، بيبقى اكبر تحت الفايفو، لان الانفنتوري عندي اكبر فبيزود لي الوركينج كابيتال، فبين شركه الوركينج كابيتال بتاعها اكبر. الكويك ريشيو زي ما قلنا ما بتتاثرش بين الاثنين، علشان الانفنتوري كده كده بتشال من كويك ريشيو، وكذلك الايه، وكذلك الكاش ريشيو. نيجي بقى الاكتيفيتيز، الانفنتوري تيرن اوفر، نفس الفكره، انا عندي الكوجز ماشي، وعندي على الافريج انفنتوري. طب دي بقى حته صعبه بقى شويه، هو ما انا مش انا كده، انا عندي الباست والمقام عندي بيتغيروا، مش انا عندي الكوجز تحت اللايفو بتكون اعلى؟ طيب وعندي الانفنتوري تحت اللايفو بتكون اقل؟ طيب بقى ازاي بقى التأثير ده بيحصل؟ قالك ده هي هاير للشركات اللي هي شغالة لايفو. الله، دي غريبة قوي، ازاي بقى يا جماعة الكلام ده؟ تمام، قالك دايما انت لما تيجي تعمل ريشيو، انت عندك الكوجز هنا، انت عندك في الريشيو دي، انت عندك الكوجز تحت اللايفو بتكون ازيد صح، والانفنتوري بيكون اقل، فانت مقصر في البسط والمقام عكس بعض، فبالتالي انت في اللايفو الكوجز انت مقيمها بالاسعار المور ريسنت، فبالتالي تديك هاير كوجز، النوميريتور عندك بيكون ايه، بيكون اعلى. الانفنتوري بتقيمها بالاولدر برايسز، فبالتالي اللور دينومينيتور، يبقى انت كده عندك ايه، لما عندك لور دينومينيتور يبقى انت عندك كده يعتبر ان انت عندك الريشيو بتاعتك بتكون ايه، بتكون اعلى، فيبان عندك ان انت عندك انفنتوري تيرن اوفر اكبر من اللي موجود في الشركات اللي شغاله فايفو. لما تيجي تعمل بقى ادجاستنج للفايفو فاليوز، هتخلي lower inventory turnover، علشان انت كده بتبدأ ان انت بتقلل، لو انت مثلا جيت بقى عملتها adjusting بقى، ان انت زودت ال reserve هنا على inventory، ال life reserve، وزودت وانا اصلا الفرق في reserve من الكوجز، بتعمل لك بقى ايه، بترجع لك الكلام ده زي الاول. طيب وبالتالي الفايفو كومبانيز هتبقى عندها هاير دايز اوف انفنتوري اون هاند، فانت كده بيتهيأ لك ان الفايفو كومبانيز دي مش عارفه تحصل، او الانفنتوري عندها ان افشنسي في الاداره، فبالتالي عندها دايز اون هاند اكبر، لكن الكلام ده مش حقيقي، هي بس بتستخدم فايفو، انت بتلعب بقى في النيموريتور بتاعها والدينومينيتور بتاعها، فبالتالي ده بيأثر معاك في المنظر ده. طيب السولفنسي ريشيو اللي هي بقى اللي بتشوف الشركه ازاي بتتعامل مع الديت، الفكره بقى ان انت الفايفو بتاعتك لما انت تيجي، انت عندك الفايفو وعندك دايما ايه، هاير توتال اسيتس، فبالتالي بتحسن لك الحته بتاعت السولفنسي. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه، انا دلوقتي عندي الديتو اسيتس، الديتو اسيتس هتلاقيها ازيد فين، ازيد في شركات الشغاله لايفو، الانفنتوري اقل فالاسيتس اقل، الديتو ايكوتي هتلاقيها برضو ازيد في اللايفو، وهكذا ماشي. يبقى الديتو ايكوتي بتكون ازيد في اللايفو واقل في الفايفو، ليه؟ لان دايما الايكوتي بتكون اقل في ال بتكون اقل في اللايفو، علشان انت الريتيند ايرنينجز بتاعتك بتكون ايه، بتكون اقل، تمام. نيجي بقى حاجه المهمه تاني جدا، اسمها ايه، لايفو ليكويديشن. ايه هي اللايفو ليكويديشن دي؟ اللايفو ليكويديشن دي حاجه تاخد بالك منها كويس قوي، عشان دي ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي الشركات بتعملها عشان تحسن بيها شكل الشركه ارتفيشلي، وبتعمل فرق كبير قوي. خلينا ناخد اكزامبل كده بسيط جدا جدا. فلنفترض ان انت عندك شركه جيت اول سنه
اشتريت وحدتين من الموبايلين زي ما قلنا. الموبايل مثلا كان ساعتها ب 1000 جنيه، تمام، فاشتريت موبايلين ب 2000 جنيه وبعت منهم موبايل، تمام كده فضل عندك موبايل واحد. لو انت شغال لايفو بقى، مين الموبايل اللي هيفضل؟ هيفضل الموبايل اللي انت دلوقتي انت قلنا اشتريت موبايلين وبعت منهم موبايل واحد، فخلاص فضل منهم موبايل واحد. خش السنة اللي جاية عندك اول الفترة موبايل ب 1000 جنيه، جيت اشتريت موبايلين تانيين خلال السنة ب 1100، ماشي، بقى عندك كده 3 موبايلات، واحد ب 1000 واتنين ب 1100 وانا شغال لايفو. جيت في السنة التانية دي بعت الموبايلين الجداد كلهم، انا بديك اكزامبل بسيط قوي عشان تحاول تفهم القصة عاملة ازاي. بعت الموبايلين الجداد كلهم، ففضل عندي موبايل واحد في المخزن اللي هو الموبايل اللي هو ايه، اللي هو بتاع اول بتاع السنة اللي فاتت اللي هو ب 1000 جنيه. افرض ان انا كل سنة بشتري موبايلين وببيع ايه، وببيع موبايلين، فيفضل عندي المخزون بتاعي دايما في موبايل واحد اللي هو الموبايل اللي انا ايه، اللي انا شاريه اول سنة. حلو، طيب يبقى انا كده عندي الموبايل اللي انا اشتريته اول سنة ده هيفضل هو ما انا قلت لك بقى انا عندي مخزون اول السنة كان عندي موبايل ب 1000 جنيه، وكل سنة الاسعار عمالة تزيد وانا كل سنة بشتري على قد ما ببيع بالظبط، تمام. فكل سنة الموبايل كان السنة التانية الموبايل ب 1100، بعدين 1200، 1300، 1500، 2000، 2100، 3000، تمام. فتخيل مثلا ان الموبايلات بعد 10 سنين مثلا نفس نوع الموبايل ده وصل 3000 جنيه، تمام، حلو، وانت عندك الموبايل اللي في المخزون اللي هو نفس الموبايل اللي انت لسه شاريه السنة دي بس متقيم بكام؟ متقيم ب 1000. ما احنا قلنا ان عملية اللايفو والفايفو دي عملية تسعير مش عملية صرف من المخازن. يعني انا كده كده الموبايل انا شاريه السنة دي ب 3000 بس مسعره ب 1000، ان انا بسعره بأول موبايل انا اشتريته، تمام. طيب جيت فجأة بقى، جيت في سنة كده قلت طب خلاص يا جماعة انا هبيع الموبايل السنة دي ب 3300 وهبيع موبايل واحد بس خلال السنة، ماشي، ومش هشتري اي موبايلات السنة دي، فهضطر ابيع منين؟ ابيع من المخزون. يبقى انا هبيع من الموبايل اللي هو انه اللي هو ب 1000، فمبيعاتي 3300 وتكلفتي 1000، فكسبت في الموبايل الواحد 2300. طبعا مكسب خيالي، مش هو ده المكسب العادي، ده المكسب العادي الناس بتكسب في الموبايل 300 جنيه، لان الموبايل بشتريه ب 3000 جنيه وبيع 3300. امال ال 2300 دي جت عندي منين؟ جت عندي من حاجه اسمها لايفو ليكويديشن، ان انا بليكويديت المخزون بتاعي، والمخزون بتاعي متقيم باسعار زمان جدا من ساعه ما بدات اشتغل في الشركه، لان دايما الشركات دايما تلاقي المخزون بيكبر. يعني طبعا ما بتحصلش الكيس اللي انا بقول لك عليها دي، لكن اللي بيحصل دايما انت مثلا بتجيب مخزون، بتجيب مثلا 10 وحدات بتبيع 8، يبقى عندك وهكذا، والمخزون عمال يكبر معاك وانت شغال، فدايما المبيعات بتكون اقل من الحاجات اللي انت اشتريتها السنه دي، وبتزود كل سنه على المخزون طول ما انت مبيعاتك بتزيد. فبالتالي كل ما انت بقى تيجي تقوم هدي شويه تقول طب انا السنه دي هبيع اكتر ما بنتج او هبيع اكتر ما بشتري، يبقى انت في الحاله دي بتسحب من المخزون اللي هو متقيم باسعار رخيصه، فبالتالي بيبدا يزود عندك الايه، النت بروفيت بشكل مش طبيعي او بشكل ارتفيشال. فبالتالي كده اللايف ليكويديشن بيقول لك بيعمل لي هاي بروفيت مارجنز وهاير انكم تاكسز، تمام، وده حاجه طبعا ارتفيشال علشان انا بعمل ايه، بهدي اللعب شويه وببيع الحاجات اللي وببيع اقل وببيع اكتر ما بنتج، فبضطر ابيع من الانفنتوري اللي هو اصلا متقيم باسعار رخيصه جدا، تمام. بس عيب بقى اللايف ليكويديشن ايه، ان هو ايه، مش سستينبل. يعني انا جه واحد مثلا شاف الشركه بتاعتي قال لك ايه ده الراجل عامل مبيعات 3300 وعامل نت بروفيت 2300، ده شركه هايله، ده نت بروفيت مارجن ما حصلش، ده انا اخش اشتري الشركه دي. يخش يشتريها، يجي يلاقي نفسه ما عندوش مخزون، يضطر يشتري الموبايل ب 3000، يبيعه ب 3300، يكسب ال 10% النت بروفيت مارجن العاديه بتاعتنا خالص، ويكتشف ان هو ايه، ان هو اتضحك عليه. فبالتالي اللايف ليكويديشن مش سستينبل، ولازم انت تاخد بالك لما تكون شركه شغاله جاب بتاخد يو اس جاب، بتاخد بالك منها تشوفها هي بتعمل لايف ليكويديشن ولا لا. تقول لي طب اعرف ان هي عامله لايف ليكويديشن؟ اقول لك لا، ما انت لو لقيت اللايف اللايف ريزيرف بيقل تعرف ان الشركه دي بتعمل ايه، بتعمل لايف ليكويديشن. فبالتالي ان انت بقى لما تبص تلاقي ان اللايف ريزيرف بتاعك بيقل تعرف ان هي الشركه دي بتعمل ايه، بتعمل لايف ليكويديشن، تمام. حلو قوي.
هنا بقى في حته برضو مهمه جدا في اللايف ليكويديشن، بيقول لك ان انت لما بتقلل الكوجز بتاعتك انت بتزود على نفسك ايه، بتزود الضرايب، تمام. وبالتالي يعني انت اللايف ليكويديشن بتعمل ايه، انت بتقلل الكوجز فهتزود لك الجروس بروفيت، وهتزود لك البري تاكس انكم، وبتزود لك النت انكم، تمام، وبتقلل الكاش اكسبنسز عشان انت الضرايب. يعني انت كده يعني ايه، انت دلوقتي يعني احنا اتفقنا ان اللايف ليكويديشن دي بتخلي لك ان الكوجز بتاعتك قليله بشكل ايه، بشكل ارتفيشال، تمام. لكن هو جه كمان بيقول لك ايه، دي بتقلل لك الكاش اكسبنسز. بتقلل لك الكاش اكسبنسز ازاي؟ ده كلام مش منطقي. ايه خلت قال الكاش اكسبنس؟ اقول لك اه، ما انت مش احنا متفقين ان الشركات كل سنه بتستثمر في الانفنتوري بتاعها؟ مش هي كل سنه بتزود الانفنتوري؟ ده انا السنه دي سحبت من الانفنتوري، فانا كده ايه، قللت الكاش اكسبنسز بتاعتي، بس انا ده بيخليني ادفع برضو تاكسس اكتر على الايرنجز الزياده، فدي شويه كده بارشلي بتعمل ايه، بتوفست الانكريز ايه في الكاش فلو. عشان كده دايما تاخد بالك ان اي نقص في الانفنتوري مش حاجه هيلثي. فاكر لما كنا بناخد الريشيز وقلنا يا جماعه ان الـ ان ان لما الانفنتوري يزيد معنى كده ان الدنيا، ان الشركه ممكن تكون بتعمل ميس مانجمنت، بس ما تاخدش ان هي دي كانها الاجابه الصح، لان ممكن يكون لما الانفنتوري بيقل ممكن ده يكون معناه ان الشركه عماله تسحب من الانفنتوري القديم، فبالتالي دي حاجه برده مش سستينبل. فبالتالي انا الـ الـ انت اي شركه لازم تستثمر في وركينج كابيتال ومنها الانفنتوري. فبالتالي لو لقيت الشركه دي الانفنتوري بتاعها بيقل، تعرف دايما ان هي ايه، عندها مشكله، بتقلل الكاش اكسبنس بتاعها. هتيجي السنه اللي بعديها ممكن نفسك ما عندكش انفنتوري يغطي الانتاج بتاعك، او بيخسرك مبيعات عشان ما عندكش انفنتوري، فتصرف زياده في الايه، في الانفنتوري. علشان كده دايما لما تيجي تبص على الكاش فلو ستيتمنت، يفضل انت شايف ان الكاش فلو فروم اوبريتنج اللي جاي ده، اه انت قلنا اهم حاجه كاش فلو فروم اوبريتنج، بس لازم تتاكد ان هو مثلا مش جاي ان انت عندك الوركينج كابيتال، التشينج وركينج كابيتال بيديك عمال يديك بوزيتيف، عمال اقلل الانفنتوري، عمال اقلل الريسيبلز، عمال ازود البيبلز، ممكن الكلام ده ما يكونش ايه، ما يكونش سستينبل. فبالتالي لازم تركز ايه في الحته دي. فبرضو دي لازم تبص، حتى لو ما فيهاش لايف ليكويديشن، لما تلاقي الانفنتوري بيقل لازم تعرف ان ده حاجه ايه، مش سستينبل، الا لو كانت الشركه مثلا عندها مشكله في الانفنتوري وبتعالجها. طيب نيجي بقى ناخد بقى حاجه اسمها الميجرمنت اوف انفنتوري. تاني هنميجر ايه تاني؟ قال لك لا، ما في حاجه بقى، افرض ان الانفنتوري دلوقتي حصل ان هو قيمته قلت، فاضطر يعمل له امبيرمنت، فعايزين نعرف ازاي نعمل موضوع الامبيرمنت ده، تمام. قلنا الانفنتوري في الاي فار اس بيقول لك ان هو بيتحط في البالانس شيت بحاجه اسمها ايه، التكلفه اللي هي الكوست، او النت ريلايزبل فاليو، او هي الان ار في، ايهما اقل، اللور ما بين الاثنين دول. طيب ايه الان ار في دي؟ الان ار في دي عباره عن ايه، دي الاكسبكتد سيلز برايس بتاع الانفنتوري، ماشي، ماينس الاستيميتنج سيلينج كوست، وماينس الكومبليشن كوست، يعني انكلودنج المارجن. يعني مثلا بتقول لك ايه، انا دلوقتي عندي عندي مثلا قميص مثلا في المخزن بتاعي، انا مثلا تكلفته عندي 100 جنيه، تمام. لقيت القميص ده مثلا ممكن بيتباع في السوق، قيمته نزلت، الصين مثلا نزلت قمصان كتير فضربت الاسعار، فالاسعار في السوق نزلت، بقى بيتباع ب 120 جنيه. طيب القميص اللي عندي في المخزن ده محتاج ان هو مثلا يتخيط ويتعمل ويتصبغ، او بتفاضل فيه شوية حاجات يعني في البرودكشن لازم يتعمل، لسه هصرف عليه كمان مثلا 10 جنيه، تمام، عشان يبقى قميص جاهز للبيع، تمام. وعلشان بقى ابيعه واحطه في المحل وانقله وادي مرتبات السيلز بيرسون و الى اخره، هصرف 15 جنيه كمان عشان ابيعه، ماشي. فبالتالي القميص ده يوم ما هيجيب لي كام، هيجيب لي 95 جنيه. يبقى انا كده دلوقتي عندي هنا ال NRV بقت اقل من البالانس شيت فاليو. فهل يصح ان انا افضل اقول الانفستور بتوعي او الريدرز بتوع فاينانشال ستيتمنتس بتوعي، يا جماعه انا عندي قميص ب 100 جنيه، رغم ان لما ابيعه مش هيدخل لي اكتر من 95 جنيه؟ فهنا بقى يحصل بقى حته الايه، الرايتنج داون بتاعه الانفنتوري. بقوم انا جاي شايل ال 100 دول وحاطط 95، ماشي، والخمسه دي تبقى عباره عن ايه، اللي هي الامبيرمنت بتاع الانفنتوري، وبتنزل عندي لوس في الانكم ستيتمنت. طيب ده بالنسبه ايه الاي فار اس، حلو كده. طيب حلو قوي، تعال بقى نشوف اليوز جاب بيشتغل معانا ازاي.
بس قبل بس نشوف اليوز جاب بنشوف برضو الحته اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، بنعيد عليها تاني عشان ناكد عليها. طيب افرض ان انا بعد كده جت مثلا حكومه عملت رسم اغراق على الصين فمنعت البضاعه ان هي تخش، فرجعت القمصان تاني اتباع ب 150 جنيه، فبالتالي الاسعار غليت. هل ينفع ان انا ارجع ارد المبلغ اللي اتخصم مني ده؟ في الاي اف ار اس ممكن تعمل انت رايتنج اب للانفنتوري وترجع ترجع الفرق اللي هو ايه اللي هو اترد منك ده، تمام؟ طيب بس ترجعه تبقى السقف بتاعك ايه؟ الكوست. تقول لي الله، افرض دلوقتي طبعا دلوقتي القميص ب 150، اطرح منه ال10 واطرح منه ال15 يبقى بكام؟ يبقى ب 100، 10 و15 كده 25، يبقى كده ب 125 صح؟ يبقى انا احطه 125. اقول لك لا، ما انا قلت لك ان هو ايه، ان هو يا اما الكوست يا اما الان ار في ايهما اقل، فالكوست بتاعتك كده تبقى اقل اللي هي ال100 جنيه، فبالتالي هتحطه لي بكام؟ تحطه لي بال100 جنيه بتاعتك، ما ينفعش تزوده اكتر من ال5 جنيه اللي انت نزلت بيها دي، تمام؟ اوكي. طيب دايما بيقول لك ان الرايتنج داون والرايتنج اب بيحصل حاجه اسمها فالويشن الاونس اكاونت، اللي هو حاجه بنسميها كونترا اسيت اكاونت. يعني ايه الكونترا اسيت اكاونت؟ ان انت بتبقى حاجه عامله زي اكيوميتد ديبريشيشن كده، بحط لك انفنتوري على وش الميزانيه على طول بال95، تمام؟ وبتلاقي مثلا في الايضاح انت عندك هنا 100 اسيت وتحتيها 5 بالنيجاتيف، ال100 دي اسيت وال5 دي لايبيليتي، بس بتتحط كلها تحت بعض عشان لازم ايه نخصمهم من بعض ايه زي ما احنا شايفين. يعني ما نحطش مثلا 100 في الاسيتس وتحط ال5 في اللايبيلتي، لا لازم تحطهم لي جنب بعض وتطلع لي رقم بالايه بالنت. الحته دي مهمه جدا علشان ما تقومش حاطط الانفنتوري كتير ورامي لي ال5 دي وسط اللايبيلتيز وانا ما اخدش بالي منها. فدي مهمه جدا انت تستخدم حاجه اسمها كونترا اسيت اكونت اللي هي اسمها فالويشن الاونس اكونت، تمام؟ زي بالظبط الايه الاكيوميتد ديبريشيشن زي ما قلنا قبل كده، تمام؟ طيب اليوز جاب بيعمل ايه؟ اليوز جاب عنده طريقه شبهها شويه بس فيها شويه اختلافات. قال لك انا عندي بقى ايه اللور اوف كوست او ايه او الماركت. طب ايه الماركت دي؟ تفرق ان ار في. الماركت دي عباره عن ايه؟ الريبليسمنت كوست بتاعت الانفنتوري، تمام؟ بتاعت الانفنتوري بتاعي، بس ما ينفعش انها تزيد عن الان ار في، اوكي؟ او الان ار في ماينس النورمال بروفيت مارجن. طيب انا عايز افهم اكتر الحته دي. لو الريبليسمنت كوست ازيد من الان ار في يبقى الماركت هو بتاعي الايه الان ار في. لو الريبليسمنت كوست اقل من الان ار في يبقى الان ار في ماينس النورمال بروفيت مارجن، يبقى الان ار في يبقى كده بقى ايه. طيب الحته دي عارف ان هي ممكن تلخبطك شويه. احنا اتفقنا على القميص بتاعنا اللي هو كان محطوط ب 100 جنيه وفاضل عليه 25 جنيه علشان يبدأ ان هو ايه ان هو احنا قلنا القميص كان ب 100 جنيه، وقلنا ان احنا عايزين نشوف القميص ده نعمل له امبيرمنت ازاي. طيب حلو قوي. دلوقتي انا عندي ريبليسمنت، قال لك اليوز جاب قال لك انت عندك لور اوف كوست او الايه او الماركت. حلو قوي. طيب ايه هو الماركت ده؟ قال لك الماركت ده بيساوي ريبليسمنت كوست. طب افرض انا لقيت الريبليسمنت كوست بتاعت القميص بتاعتي 100 جنيه برضه، ما احنا اتفقنا ان كانت المشكله ان الصين جت عملت اغراق، لكن الريبليسمنت كوست بتاعتي هي هي، بشتري خامه هي هي والعالم بديه نفس المبلغ، فلو انا جيت اعمل القميص ده تاني النهارده هيكلفني هي هي ال 100 جنيه. طب الريبليسمنت كوست هي ال 100 جنيه، طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ قال لك طيب، طب بص لي على الان ار في اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت ماشي. فقال لك لو الريبليسمنت كوست اكتر من الان ار في يبقى الماركت بتاعي هو الان ار في زي اليوز جاب. يعني لو لقيت ان الريبليسمنت كوست 100 جنيه يبقى الماركت بتاعتي هي ال ان ار في اللي هي 95 جنيه حسبناها من المره اللي فاتت، تمام؟ طيب لو الريبليسمنت كوست اقل من ال ان ار في، طب افرض مثلا لقيت الريبليسمنت كوست مثلا بتاع القميص ده 80 جنيه، تمام؟ اخليه ب 80 جنيه. قال لك لا، ساعتها بقى تحط لي ال ان ار في بس تطرح منها النورمال بروفيت مارجن. يعني ال 95 جنيه دي تطرح منها مثلا النورمال بروفيت مارجن مثلا، فنفترض ان هو كان 5 جنيه تقوم عاملها كام؟ ب 90 جنيه. طيب نيجي نبص عليها برضه، هنتكلم في الحته دي تاني عشان ما تتلخبطش بيها. حته اللور اوف كوست او الماركت فاليو دي عامله زي ايه؟ قال لك الماركت ده انا بحطه ما بين قيمتين ما ينفعش ان هو يطلع منهم، تمام؟ اول حاجه الان ار في، الان ار في بتاعتنا او
ال N R V minus ال A ال profit margin. لو انت ال N R V مثلا بتاعتي زي ما قلنا المرة اللي فاتت كانت 95، ماشي، وال N R V minus ال profit margin عندي 90، تمام. يبقى انا الكوست عندي بقى او ال الماركت عندي بيساوي ايه؟ انا عندي بقى الريبليسمنت كوست. الريبليسمنت كوست لازم تكون هي ما بين الاثنين دول، يبقى الماركت عندي لازم يكون بين الاثنين دول. يبقى الثينك اللور اوف كوست الرينج ده بيبقى بين ال ان ار في ماينس نورمال بروفيت مارجن ليه ال ان ار في. علشان كده لو انا بقى عندي ريبليسمنت كوست 80، ماشي، هاخد ال 90. طيب بين الاثنين، ماشي، هاخدها. ال replacement cost 100، هاخد ال 95. فبالتالي هو المعيار بيقول لك ايه؟ ما تخرجليش بره القيمتين دول، يا اما اخرك 95، واقل حاجه تقدر تنزل فيها ال 90، في النص ماشي. لو اقل من كده تجيب لي ال 90، لو replacement cost اقل من كده خد ال 90، لو replacement cost اعلى من كده خد ال 95، لو في النص خد الايه؟ اللي في النص. تمام كده؟ فلو الكوست اكتر من الماركت الانفنتوري بتقوم ايه؟ منزله لغايه ما توصل ايه؟ للماركت. تمام. لو الماركت فاليو تبقى الماركت فاليو هي بقى ايه؟ الكوست بيز الجديده، وبالتالي دي اللي انت بتحطها عندك في البالانس شيت. طب افرض بقى ان انا بعد كده الحكومه عامل برضو قضيه انتي دامبنج، عامل رسوم انتي دامبنج، وبالتالي الاسعار عليت التاني، لا فليوس جابه بيقول لك لا ما بتعمليش رايتنج اب تاني، لما تيجي تبيع بقى بحسب الباقي الفرق ده كله ايه؟ بروفيت مارجن بالنسبه لك. طيب حلو قوي. في بعض الاحيان بقى ساعات احنا تحت الاي فار اس واليوز جاب بنسمح ان احنا نقيم الانفنتوري بتاعنا اكتر من هيستوريكال كوست، بس ده دايما بيشتغل في الحاجات اللي هي بتشتغل في الكوموديتيز، زي الحاجات الزراعيه، زي المنتجات الغابات، زي الناس بتوع المينرالز اللي هم بتوع المناجم والكلام ده كله، المعادن النفيسه، كل الكلام ده انا ممكن اسمح لهم ان هم يحطوا الحاجه اكتر من الهيستوريكال كوست، بس ده بيبقى مفتوح بس للناس اللي شغاله في الحاجات اللي ايه؟ اللي زي دي. بس طبعا لازم يكون في اكتف ماركت موجود للكوموديتيز دي عشان اقدر اخد السعر بشكل ريلايبل، وبستخدمها عشان افاليو الايه؟ الانفنتوري ده. لو ما فيش بستخدم ريسنت ماركت ترانزاكشنز بدل ما استخدم الايه؟ الاكتف ماركت. طيب لما اجي استخدم بقى الانفنتوري بعمله بال NRV، بيحصل بقى ايه في الفاينانشال ستيتمنت؟ الرايتنج داون بتاع الانفنتوري ده بيأثر في حاجات كتير قوي. اول حاجه الرايتنج داون الانفنتوري ده بيتحط كجزء، لو احنا الرايتنج داون ده بيتحط كجزء من الكوست اوف سيلز، التأثير ده بيحصل ايه؟ بيحصل في الفتره بيحصل فيها التغيير ده بيحصل الكلام التاني. اول حاجه الانفنتوري بيقل، ماشي، فبيقلل بقى ايه؟ الكرنت اسيتس، وبيقلل التوتال اسيتس، فطبعا يقلل الكرنت ايه؟ بيقلل الكرنت ريشيو، بس زي ما اتفقنا الكويك ريشيو عندي ما بتتغيرش لان هي ما فيهاش انفنتوري. تمام، حلو قوي. تالت حاجه الانفنتوري تيرن اوفر بيزيد. تمام. النقص في التوتال اسيتس، ماشي، بيزود لي توتال اسيت تيرن اوفر، وبيزود لي الايه؟ ال debt to asset ratio، فبيزود لي الليفرج بتاع الشركه. الايكويتي بتقل، بتزود لي ال debt to equity ratio. النقص اللي بيحصل في النت انكم ده، تمام، هو دلوقتي طيب انا عندي بقى حاجه مثلا زي return on assets و return on equity. تمام. طب return on assets و return on equity هيزيدوا ولا هيقلوا؟ انا عندي النت انكم اللي هو ال R دي قلت بالimpairment، والاسيت هو كمان ايه؟ قل. طب فكره ده هيزيد ولا هيقل؟ اكشلي في الحقيقه دايما بتقل. ليه بقى بتقل؟ مش هما الاثنين قلوا بنفس الرقم؟ يعني مثلا عملت امبيرمنت للانفنتوري ب 10 جنيه، هقل ده ب 10 جنيه وهقل ده ب 10 جنيه، فبالتالي المفروض الاثنين يفضل ثابته. اقول لك لا، في حاجه بقى في النسبه هنا في الرياضه حته مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان انا عندي لما يكون عندي نسبه، النسبه دي بنقص من البسط والمقام نفس الرقم، ماشي. لما بيحصل كده بيحصل ايه؟ التغيير بيحصل نتيجة مش ال ال النقص او ال مش نتيجة الرقم الابسولوت اللي اتخصم من البسط والمقام، لا، بيتخصم
التغيير بيحصل نتيجة هي نسبتها قد ايه. يعني مثلا انا عندي return on assets و return on equity، مين بيكون اكبر، النت انكم ولا الاسيت او الاكويتي؟ دايما الاسيت اكتي يكون اكتر، لان مثلا ريتيرن اسيت ريتيرن اكتي 20%، يعني مثلا 20 جنيه نت بروفيت ماشي، و100 جنيه اكويتي مثلا، فتبقى ريتيرن اكتي 20%، فدايما الاكويتي بتكون ايه، بتكون اكبر في معظم الحالات. فلما اجي اخفض من هنا 2 جنيه واخفض من هنا 2 جنيه، انا بخفض من النت انكم 10% من قيمته، وبخفض من الاكويتي 2% من قيمتها، فالتخفيض في النت انكم بيكون اكبر، فبالتالي النسبه كلها ايه، بتقل. دي حاجه رياضيه حتى جربوها، هتلاقي ان انت دايما لو الريشيو بتاعتك انت بتخصم رقم ثابت، ما بتبصش على الرقم، انت بتبص نسبته من البسط والمقام، اللي نسبته اكبر بيقل اكتر. فبالتالي هتلاقي ايه، لو انت حتى حسبتها 18 على 98، هتبص تلاقي ايه، قلت اكتر، تبقى اقل من كام، من 20%. تمام. طيب نيجي بقى بعد كده نقول ايه هي الديسكلوجرز المطلوبة تحت الموضوع، بالنسبة للموضوع بتاع الايه، بتاع الانفنتوري. الديسكلوجرز المطلوبة دي بتحتاج، هي برضو تحت اليوز جاب والاي فور اس ثابتة. اول حاجة بتحتاج ان انت تقول لي ايه هي الكوست فلو ميثود بتاعتك، ان شغال لايفو ولا فايفو ولا ويتد افريج ولا ايه. تاني حاجة تقول لي ايه هي الفاليو بتاعت الانفنتوري بتاعتك ان توتال، وبتقول لي وتقول لي الكلاسيفيكيشن بتاعتها، رو ماتيريالز، ورك ان بروسس، وفينيشد جودز، وبتقول لي كمان الكارينج فاليو بتاعت الانفنتوري. تمام. وبتقول لي الكوست اوف انفنتوري ريكوجنايز از ان اكسبنس، اللي هي اسمها ايه، اللي هي اسمها الكوجز. تمام. هنا بتقول لي كارينج فاليو اوف انفنتوري از ريبورتد ات فير فاليو للسيلينج كوست. انت لو انت زي ما اتفقنا ان انت لو انت عندك انفنتوري حاطه بالسيلينج فاليو، بالسيلينج بالفير فاليو فان سيلينج كوست، زي ما اتفقنا في بعض الحاجات المعايير بتسمح بكده، لازم تقول لي ان ده متقايم بالطريقه دي. تمام. لازم تقول لي الانفنتوري اللي معمول له ريتنج داون كان قد ايه خلال الفتره. لازم تقول له الريفرس اللي اتعمل تحت، طبعا تحت الاي فور اس خلال الفتره، اللي تحت اليوز جاب ده مش مسموح. والسيركمستانس اوف ريفرسال اللي انت عملته ريفرسال. ولازم تقول الكارينج فاليو اوف انفنتوري سبليدج. تمام. طيب افرض انا غيرت الطريقه اللي انا بقيم بيها الانفنتوري من لايفو والفايفو او العكس. طيب اول حاجه في الاي فور اس، الشركه لازم بتوضح ان التغيير بيتعمل علشان يقدم مور ريلايبل ومور ريليفنت انفورميشن، غير كده مش هسمح بيك. لو انت مثلا في اي فور اس بتغير بين الفايف والويتد افريج او العكس، لازم تقول انا ليه بعمل التغيير ده، وتوضح ان الكلام ده هيديني مور ريلايبل ومور ريليفنت ايه انفورميشن. تحت اليوز جاب برضو لازم توضح انت ليه بتعمل التغيير ده، وليه هو الميثود دي افضل من الطريقه التانيه. تمام. الاثنين تقريبا نفس الهدف، بس ايه، بوردنج مختلف يعني. تمام. طيب انا لما اجي بعمل تغيير، بعمل حاجه اسمها ريتروسبكتيف تشينج، يعني بغير الحاجات في الفتره الماضيه كمان، الا اللايفو. اللايفو باجي بعمله بقى ايه، بروسبكتيف، يعني بغير الحاجات لقدام، ما برجعش اغير الايه، الفترات اللي ورا. طيب بروسبكتيف ابلكيشن بقى بعمل ايه، الكارينج فاليو اوف انفنتوري بتبقى تحت الاولد ميثود، بتبقى هي الفيرست لاير انفنتوري اندر ايه، اندر لايفو. تمام. يبقى انا لما اغير لايفو يبقى انا بستخدم ايه، بروسبكتيف، وبتبقى دي الكارينج فاليو دي بعتبرها مخزون اول مده، وابدا اشتغل بقى لايفو ايه بالشكل ده، بعتبرها ان دي اول لاير او اول لاير اوف انفنتوري تحت ايه، تحت اللايفو. تمام. طيب دي بقى نيجي بقى لاخر حاجه، لما يجي بيقول لك ان انا شوت كونسيدر وين اكزامينج ا كامبريز انفنتوري ديسكلوجرز اند اذر سورس اوف انفورميشن، ايه اللي انت بتبص عليه. كان لسه تيجي تبص على الانفنتوري بتاعتك، بتبص على التغير في الكارينج اماونت بتاعت الانفنتوري، زي مثلا تلاقي انفنتوري زاد، طب هو زاد ليه، هل الراجل جاب رو ماتيريال زياده، هل الوركينج بروسيس زاد، هل الفينش جود زادت، كل الكلام ده بيديك معلومات اكبر شويه، وبيديك الشركه دي هي شغاله بتعمل ايه. يعني مثلا انت مثلا لقيت شركه عماله الفينش جودز انفنتوري عماله تزيد تزيد تزيد، ده ممكن يديك مؤشر، ممكن يديك مؤشر ان الشركه دي عماله تنتج انفنتوري مش عارفه تبيعه. لكن لما الرو ماتيريالز تزيد، ده ممكن تكون الشركه داخله على مشروع كبير، فبتبايل اب رو ماتيريالز عشان ايه، عشان تشتغل فيه. تمام. فبالتالي دي ايه، دي من الحاجات المهمه جدا.
برضو في حاجات مهمه جدا، في حاجه اسمها الام دي ان ايه اللي هي مانجمنت ديسكشن اند اناليسيس، ممكن بتلاقي فيها معلومات كتير قوي على الانفنتوري مانجمنت وايه الفيوتشر سيلز بتاعه الشركه وايه العقود اللي عندها. فتلاقي مثلا شركه عندها عقود كبيره، تروح تبص على الرو ماتيريالز تشوف ان هي عندها رو ماتيريالز ليها ولا لا، او مثلا تلاقي الرو ماتيريالز بتزيد، فتعرف مثلا ان الشركه تشوف الام دي ان ايه تقول لك ان احنا عندنا عقد كبير قوي هنخش فيه السنه اللي جايه، فتفهم ان ده بتحضر العقد ده. او الفينش جودز بتزيد، ممكن تقول لك انا عندي عقد والعقد ده للشركه الفلانيه وهنسلمه مثلا السنه اللي جايه، فانا عمال ان انا انتج له وبايل اب الفينش جودز انفنتوري لغايه لما اسلمه السنه اللي جايه. فتفهم ان الزياده دي مش معناها ان الشركه مش قادره تبيع منتجها، لكن هي بس بتجهز لايه العقد كبير. تمام. تاني بعد كده الاندستري نيوز اند بابليكيشنز والاندستري داتا، كل دي من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تفهمها عشان تعرف هي الشركة دي ايه اللي بيحصل فيها. يعني مثلا لو لقيت ان انت الانفنتوري عمال يزيد كفاليو، تعرف ان انت عندك او مثلا ان الرو ماتيريالز مثلا عمالة تزيد، يبقى انا مثلا بتشوف مثلا في الاندستري داتا بيقول لك والله ده مثلا الصناعة دي او سي مثلا ان فينش جوز مثلا عمالة تزيد، تلاقي مثلا في الاندستري داتا يقول لك مثلا ده الصناعة دي عندهم مشكلة ان هم ينافسوا مع الشركات الأجنبية، تبقى انت فهمت يبقى هو الفينش جزء بيزيد عشان الموقف الفلاني. فبالتالي دي من الحاجات المهمه جدا لازم تبص عليها، والريدنج ده من ريدنجز مهمه جدا هو ريدنج الانفنتوري. واتمنى ان اكون قدرت اشرحه لكم بشكل تقدروا تفهموا الريدنج بشكل كويس، وان شاء الله اقابلكم في حلقات تانية من سي اف اي بالعربي، البرنامج اللي قدمه سي اف اي سوسايتي ايجيبت، نشرح فيه منهج السي اف اي على الانترنت.